السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في الحديث ثلاثة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: المسجد المهجور، والعالم المهجور، والقرآن المهجور. المسجد المهجور يعني شنو؟ أنا شفت في المسجد مهجور في عمري في الحلة، كنا ذاهبين إلى حلة بمناسبة مدينة في العراق، ذهبنا بالليل سألنا وين أكو مسجد، قالوا فلان مكان مسجد، رحنا مسجد وصيخ وتراب وما في ضوء بالليل إلا ضوء النفطيات القديمة، إنها مربوطة ووصاخة وبورية مشكشك. هذا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى عن الذين كانوا مجاورين له ولم يصلوا فيه، وشكايته تقبل. هذا شيء. ولذا الإنسان إذا قرب مسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وسئل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان فهو جار المسجد. مسجدنا إذا يأذن فيه إلى أين يسمعون الأذان؟ إلى البحر يسمعون الأذان. هذا كله يسمى جار المسجد. هذا المسجد المهجور. والعالم المهجور هو العالم الذي في منطقة ولا يسأل عنه مسائل. أكو هذا الشيء في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، عالم لا يسأل عن مسائل أحكام تفسير أخلاق ما أشبه. هذا أيضا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا القرآن المهجور، القرآن المهجور أيضا يشكو إلى الله يوم القيامة. هذا كل إحنا مبتلون به، بس احنا مو مبتلون بالمسجد المهجور هنا في هالمنطقة، لأن الحمد لله المسجد عامر، ولا مبتلون بالعالم المهجور لأن العلماء يسأل عنهم مسائل وأحكام وما أشبه. المشكلة مشكلة القرآن المهجور. هذا أغلب بيوتنا أكو فيها قرائين ولا تفتح ولا تقرأ طول الشهر في الراف. هذا يوم القيامة يأتي ويشتكي من صاحب البيت. إذا الإنسان في بيته قرآن أو في مدرسته أو في غرفته ولا يقرأه، من الأفضل يعطيها به إلى إنسان آخر، مو يخلي في بيته. إذا كان أمي، العلماء يقولون يفتحه وينظر إليه، هذا يومية يفتحه وينظر إليه ويتبرك به، يبوسه يفتح كذا شيء من هذا القبيل. فالقرآن المهجور يعني القرآن الذي الإنسان يهجره، لا يقرأه، لا يعمل به، هذا يسمى بالقرآن المهجور. يجب على الإنسان أن يعمل به. يعني أكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شافع مشفع وماحل مصدق. يعني يوم القيامة يأتي شافع، إذا شفع لك الله يقبل شفاعة، إذا هم شكاك ماحل يعني شاكي، إذا شكاك الله ما يقول له أدلك شاهد أو لا، هو بمجرد شكوته مثل شرطة المرور. بس شرطة المرور إذا اشتكى عليك، ضابط المرور يقول شيء بشهود للشرطة، خلص مصدق. وماحل مصدق فورا يصدق.
واكو في الحديث ياتي القران يوم القيامه في اجمل صوره، وانت وانا في احوج ما نكون. لان يوم القيامه كما كلنا نعلم، انتم كلكم سافرتوا شفتوا في المطار في الطريق، احيانا ما تنزلون الطريق، ما تعرفون الخصوصيات والمزايا، شلون تحتاجون الى فرد واحد يرشدكم يدلكم يتكلم وياكم يقول هاي غرفة الجوازات وهذا غرفة الكذا وهذا غرفة الكذا وهذا غرفة الكذا. يوم القيامة الانسان هالشكل، واذا به يشوف فرد صورة جميلة عطرة نظيفة تأتيه وتقول له انا معك ارشدك الى حيث ما تحب، فيقول من انت رحمك الله؟ من انت؟ شو بيعرفه؟ يقول انا القران الذي كنت تتلوه في اطراف النهار واناء الليل. صاير صوره جميله. واذا انسان اخر ذاك اليوم الخائف المرعب يشوف كل شيء ما عنده. لذا في الحقيقه خصوصا شبابنا من الضروري عليهم يوميا، الحمد لله اكثر الشباب مثقفين، فالصفحه القران يقرا. بس الكبار يقرأون. أنا أذكر في كربلاء يقين في الكويت بنفس الشيء قبل 40 سنة 30 سنة، الصبح وقت اللي دكاكين يفتحوها كلهم كانوا يقرون القرآن. أنا أذكر هذا الشيء، كل واحد يجي أول يفتح دكانه وبسم الله الرحمن الرحيم يقرأ القرآن. أما الآن ماكو هذا الشيء. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشتكي إلى الله ويقول يا الله هؤلاء تركوا القرآن، تركوا قراءته، تركوا العمل به. هسه من الممكن يقول إنسان القرآن شلون يتكلم؟ أكو في أخبار آخر الزمان في الكتب أنه من أخبار آخر الزمان وظهور الحجة عليه الصلاة والسلام إذا قرب البعيد ونطق الحديد. قبل 100 سنة وقت اللي يقرون ونطق الحديد يتعجبوا الحديد ينطق. إذا قرب البعيد ونطق الحديد كنا نتعجب، يعني كانوا يتعجبون. بطبيعة الحال آبائنا وأجدادنا كانوا كلما قاله الرسول يصدقونه الذين يؤمنون بالغيب، فكانوا هذه الرواية يتعجبون منه. إذا قرب البعيد ونطق الحديد شلون يصير ينطق الحديد؟ وإذا قبل 40 سنة أنا أذكر صناديق كانت تسمى جراموفون قبل الراديوات والمسجلات، جراموفون، وإذا بالحديد تنطق. فكان الحديد ينطق عجيب. هذا الشيء اللي نبي قلب قبل 1400 سنة أخبر عنه الأنصار قرآن نفس الشكل ينطق. هي تسمى قوانين اللغة العربية قوانين. هل مسجلات الآن موجودة؟ هم أيضا نفس الشيء. المسجد المهجور هم يتكلم بطبيعة الحال تكلم. أكو في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، يعني الله الذي كلم الإنسان هو الذي يكلم الحيطان أيضا ويكلم الأشياء الأخرى. قبل مدة فرمرة ذكرناها القصة هنا، قبل مدة فراعنة القدامى هذول من حمقهم أنهم كانوا يعتقدون أن سطوتهم بعد الموت تنتج كما أن سطوتهم قبل الموت تنتج. هذول كانوا باعتقادهم إذا الميت يخلوا عنده سلاح وزينة وأثاث الملك، هذا هناك هم بالموت هم يهاب. ولهذا الأهرامات المصرية المعروفة بنوها وملؤوها بالذهب والكنوز والمجوهرات والأشياء الثمينة والتصاوير الزيتية وغير الزيتية، وحتى كانوا يدفنون مع الأموات الحبوب، حب حب، حنطة، شعير، ماش، عدس، أرز، هالأشياء يدفنونها معهم مع الفراعنة.
وحتى مع الشخصيات أيضا، فالتاجر يموت يدفنون كذلك معه. قبل مدة كشف فرد قبر، هل نشرته كل الجرائد هالقصة، كشف فرد قبر من قبور الفراعنة قبل تقريبا 20 سنة أقل أكثر، وإذا في القبر أشياء أكو. من جملة الأشياء كانت كيزان، كوز قبل 5000 سنة، الكوز المعروف، كانت كيزان. ورأوا على أن هذه الكيزان خطوط نقوش فرعونية، لأن الخط الفرعوني فرد خط خاص، كالخط الهيروغليفي، كالخط الكوفي، كالخط النبطي، كالخط الرومي، كل أمة كان لهم خطوط خاصة. الخط العربي الآن، الخط الفارسي، الخط الإنجليزي، الخط الفرعوني فرد خط خاص. فهذه الكيزان كانت عليه خطوط، على هذه الكيزان خطوط فرعونية. هالخطوط الفرعونية شنو هي؟ ما عرفت، لأن الخطوط مال قبل 5000 سنة ممحية مواضع ولا تقرأ، والخط مو جميل وما أشبه، لم يعرفوا أن يقرأوها. لجان الأخبار ولجان الآثار القديمة كلما فحصوا وبحثوا لم يتمكنوا من قراءة هذه الخطوط. أخذوا قسم منها إلى عواصم العالم، إلى إنجلترا، إلى أمريكا، إلى روسيا، إلى فرنسا، لعل أولئك يتمكنون من قراءتها. في أمريكا قرأت هذه الخطوط. شلون قرأت؟ سلطوا عليها إبرة جراموفون، على هالخطوط إبرة جراموفون، يعني إبرة، تذكرون القوانة كانت فرد إبرة خاصة تتحرك وتقرأ. فسلطوا على هذه الكيزان إبرة جراموفون، وإذا بهذه الكيزان ترد الأغاني التي كانت تقرأها صناع الكيزان وقت صناعتها. قبل 5000 سنة هذا الرجل قبل ما يظهر كل هالأشياء كان يسوي ويقرأ يغني، لأن البنائين سابقا هالشكل اسم هذي هم نفس الشيء أو لا، كل كانوا يقرون وقت العمل بنائين هالشكل، وهذول اللي أصحاب الكيزان اللي يسوون كيزان كانوا يقرون. وعلى هذا المعدل أصحاب الصناعات كانوا يخففون عن أنفسهم بالقراءة. فهؤلاء أصحاب الكيزان وصناع الكيزان كانوا يقرؤون في وقت صنعها. إبرة جراموفون بعد 5000 سنة أخذت الكيزان تقرأ، من كان هذا يحتمل؟ فإذا في هذه الآية الكريمة دلالة على أن القرآن يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ويتكلم ويقول يا رب فلان قرأني وفلان لم يقرأني وفلان عمل بي وفلان لم يعمل بي وما أشبه، هذا في الحقيقة شيء رأيناه نحن في حياتنا، لأن القدامى كانوا يصدقون هذه الأشياء كأنهم مؤمنين بالله ورسوله، وقاله الله وقاله الرسول. مثلا أنا أذكر أكو كتاب اسمه إلزام النواصب حول الإمام الغائب، يعني الذين ينكرون الإمام الغائب هذا الكتاب يلزمهم. هذا الكتاب مؤلف قبل 100 سنة. في هذا الكتاب يقول أن الإمام الحجة لما يظهر، من جملة الأشياء التي في زمان الإمام الحجة أن بلدا يرى بلدا آخر. أنت في هذا البلد يراك صديقك في القاهرة. هذا في الحقيقة كان لك اليوم يعني من أعجب ما يكون. الآن راح، صار الآن راح في القمر الرجل ورأوه في الأرض، والآن يروح في المريخ ويروه في الأرض. يعني السابق كانوا يؤمنون بهذه الأشياء إيمانا وتصديقا بالله والرسول، هذا هو قال الله فصدقنا. أما اليوم فنحن رأينا هذه الأمور الرؤية. مثلا أنا أذكر سابقا كانوا يقولون، أنا أذكر النجف وقت اللي كان له سور، مثل الكويت اللي عندها سور، نجف لها سور وكل نفوسه 30,000، أنا أذكر ذاك الوقت. فكانوا يقولون من علامة ظهور الإمام الحجة وآخر الزمان أن النجف وكوفة تتصل إحداهما بالآخر في الروايات. الناس يتعجبون، نجف تتصل بكوفة،
سبع كيلومترات كل تصير بيوت، وإذا ما مضى إلى 30 سنة ونحن رأيناها نجف التصرف. الشاهد في أنه ثلاثة أشياء يشكون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: المسجد المهجور، والعالم المهجور، وشاهدنا في هذه الآية القرآن المهجور. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني الرسول يأتي ويشتكي إلى الله بأنهم جعلوا القرآن مهجورا، وهو القرآن أيضا يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم اتخذوه مهجورا. بناء على هذا، أي إنسان يقدر على القراءة يوميا يقرأ القرآن صفحة صفحتين أكثر أقل. قسم من طلاب المدارس يقولون: لا، هذا ينافي مدرستنا. أو إذا كاسب يقول: هذا ينافي كسبنا. لا، لا ينافي لا المدرسة ولا الكسب. فالصفحة إنسان قرآن يقرأ كله يصل 10 دقائق، كله يصل 5 دقائق، أقل من 10 دقائق صفحة 5 دقائق. أما أنه والي الله يرحمه كان ينقل، يقول كان والي العثمانيين في كربلاء، العثمانيين كانوا يخلون الولاة في كربلاء والي، وفي البصرة والي، وفي بغداد والي. هذا الوالي هو ذاك اليوم الكل في الكل، الحاكم والقاضي والمصرف والمحافظ ومدير الشرطة، كل هو كان. أسلوب العثمانيين في قصة طويلة. فيقول هذا الوالي كان فرد هيكل عدل سماء مثل سماء العلماء، يعني هم ولاة العثمانيين هالشكل كان. فهذا يجي أيام الجمعة أظن، هذا أيام الجمعة، أيام الخميس، ما أدري أي يوم. يقول يجي إلى حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الوالي. يجي إلى الحرم، هو بطبيعة الحال سني لكن يعتقد بالإمام الحسين. الإمام الحسين ما عنده سنة وشيعة، كلهم صفت رسول الله. بس ما إمام وما صفت رسول الله، سيد محترم، سيد شباب أهل الجنة. فكان يأتي إلى حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويقف عند رأس الإمام الحسين. أول يزور، بعدين يصلي ركعتين. وفي الركعة الثانية في القنوت ماله، السنة عندهم خلاف في القنوت، يجب أن نعرف قسم من السنة في صلاتهم ما يقنتون، وقسم من السنة في صلاتهم يقنتون، عندهم خلاف غالبا. أما عندنا نحن الشيعة مستحب مو واجب، لكن مستحب مؤكد أن نقنت، حتى إذا فرد واحد في صلاته ما قنت هذا ما أثم، مو واجب. الحمد والسورة واجب، أما القنوت مو واجب. يقول أنه يصلي ركعتين صلاة الزيارة، في الركعة الثانية من صلاته يرفع يديه ويشرع من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من أول القرآن، وواقف يختم القرآن في 6 ساعات وفي حالة قنوت إلى جنة والناس. وفي الحقيقة أنا ما مجرب هذا الشيء، أما أنا مجرب شبه هذا ويحطم الإنسان. أكو فرد صلاة في ليلة عيد بشهر رمضان مستحب في كربلاء هو يصلوها، يقين هنا يصلون، لكن هنا ماكو مجمع إنسان يشوفه. صلاة ألف قل هو الله أحد، هذا إنسان ليلة العيد يشوف تقريبا صلاة ألف قل هو الله أحد ساعة يتصور. فإنسان يقف ويصلي ألف قل هو الله أحد، ما أدري أكو في المجلس أحد مصلي هاي الصلاة ماكو. ألف قل هو الله، فألف قل هو الله واقف في الحقيقة يحطم الإنسان. فإلى 6 ساعات واقف وما تدن يده إلى السماء في حالة قنوت. لذا من الضروري علينا نحن أن نتخذ القرآن منهجا ودرسا وقراءة وتعليما وتعلما، وأقلا يوميا صفحة إلى نعرف الخط والقراءة. وإذا إنسان ما يعرف الخط والقراءة، أقول بالحديث يفتح القرآن ينظر إلى القرآن، لأن النظر إلى القرآن، النظر إلى الأبوين، النظر إلى الكعبة، هذا كل فيه ثواب. والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى الأئمة الطاهرين، إنسان إذا نظر إلى أبويه برحمة الله يكتب في كتاب الثواب. الإنسان في الكعبة في مسجد الحرام قاعد وينظر إلى الكعبة، الله يكتب له ثواب. الإنسان ينظر إلى القرآن أيضا، الله يكتب له ثواب، بل هو ما يعرف شنو كاتب، بس يقرا هذا القرآن وكتاب محترم. فإذا الإنسان يعرف القرآن يقرأ القرآن، فإذا الإنسان
ينظر إلى يعرف القرآن قراءته يقرأ القرآن، إذا ما يعرف قراءة القرآن ينظر إلى القرآن نظرا، حتى لا يكون مشمولا لقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.